السلام عليكم مزيونات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير واحسن حال. معكم خديجه في شهوة خديجه. اليوم غادي نعدلو مع بعضنا الكيكه رائعه بالشوكولات، بسيطه ورائعه وسهله وفي المتناول الجميع، وكنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه ديال اليوم. ونمشيو نشوفوا المرحله ديال المقادير ان شاء الله باذن الله، وفرجه ممتعه. زين نتوما، هادو المقادير اللي عندي اللي غادي نعدل بهم الكيكه. انا عندي الكيكات في القناه بزاف، ولكن هاد الكيكه هادي مختلفه والمقادير ديالها مختلفين. كنتمنى تعجبكم ونمشيو نشوفوا المقادير اللي غادي نعملو. عندي هنايا كاس ونص العنبه ديال الطحين، الطحين اللي سبيسيال اللي ديال مختص بالكيكات. عندي كاس ونص العنبه، انا عملتو في كاس هذا كبير باش ما نعملش جوج كيسان حدا بعضهم. هنايا عندي كاس لارب الزيت النباتيه، وهنايا عندي قبيصه د الملاح ومغرفه ديال الخل، وهنايا عندي كاس لارود السكر بحال اللي كتشوفوا السكر الخشن، وهنايا تقريبا كاس ديال الحليب. والحليب عندي هاد الكاس هذا كيهز 250 مللتر، يعني 4 يترو، ما تعمروش شي، كيجي غير النص بحال تقريبا النص. واللي ما بغاش يعمل الحليب اولا عنده الحساسيه من الحليب ما يعملوش الحليب اختياري. عندي هنايا جوج ديال الشاس مغرفات كبارين ديال الكاكاو المر، وعندي هنايا شاسيه ديال البيكن باودر الخميره ديال 16 ديال غرام، وعندي شاسيه ديال لافاني، وعندي ثلاثه د البيضات. ونمشيو على بركه الله نعملو المقادير ديالنا. في الاول غادي نعمل البيضات ها اللي كتشوفوا، وغادي نعمل شاسيه ديال لافاني، وغادي نطرب. دابا غادي نضيف كاس ديال الحليب وكاس الزيت. هاي عفوا، وقبيصه د الملاح ومغرفه د الخل، وغادي نخلط شويه بطرف كهربائي يدوي، غادي نزيد نطرب طرب كهربائي. دابا من بعد ما طربته، دابا غادي نضيف الطحين والخميره والكاكاو المر. نعمل كل شيء هنايا في هذا الغربال، غنعمل الخميرة وغنعمل الكاكاو المر. غنحرك بطراب يدوي، وإذا كان باقي خصني الطحين غنزيد على حسب نوعية الطحين. كاين الطحين اللي اللي كيشرب دغيا، وكاين الطحين اللي لا. المهم أنا بساسة كنعدل زعما بهذا الطحين، هذا الكيكة يعني أنا عندي هذه ديالو لبر ديالو. المهم نشوف تيات
باقا شويه غادي نزيد. ها هو ديال ها هو مختص بسكوتشوز يعني الكيكه. غنزيد شويه جاتني بحال اللي خفيفه شويه. الكيكه اذا ما جاتش بالعمر ديالها او تعمل المقادير ديالها هما هادوك يعني كتجي خفيفه ما كتبغيش تطيب من الوسط. خاص تبان لك بلي هي طايبه وكلشي. الحق ملي كتفتح كيكه من الوسط كتجبرها بحال اللي مدقصه بحال اللي فازقه من الوسط. دابا حسب عملت بحال اللي عملت جوج كيسان د العنبه. انا وليت كنبغي كاسون ونص زيت ثمن نص كاس هي جوج كيسان د العنبه. وانتم عينكم وميزانكم لان على حسب الطحين. هو هذا هذيك ديال سمحوا لي انا عيانه شتيت انا كنت مريضه بالجريبي. المهم هذه شي سيمانه وانا عيانه شويه اللي هكا تسمعوا صوتي من غير هيدا شحال لي ما عدلت شي حاجه العواول كنشري لهم غير مزنقه لاني كنت عيانه. ايوا كنت نعدل شي كيكه د الشوكولات من يفوت فطروا بها الصباح منا وصار لنا من الفيديو. هيدا كتجي ملي كتطلق الخيط كتكون هو هذا الغبر ديالها. زينات انا غنعملها في هذا القالب دهنتو بالزيت من الوسط ديالو ومن الجناب. دابا غادي نعمل له بابي سوفيليزي. المهم ملقاش بابي سوفيليزي بحال اللي كتعرفو كيجي مدور يعني مستطيل. انا قطعتو على حسب الدوره د البلاطه وغنزيدو شويه ديال الزيت. وغننزل فيه الخليط. دائما عليو يدكم في ملي تكونو كتكوبو الخليط ديال بسكوتشو او الكيكه باش كيخرج منا ديك الهواء. والفران انا عندي مشعول من فوق ومن تحت بدرجه الحراره 175 غنشعلو من الجوج بدقه وغنطيبها. ومن طيبه ان شاء الله نتابعو ان شاء الله. شوف بحال اللي كتشوفو غادي ندخلها فران ونتابعو. زينات هيا من بعد ما جبتها من فران كتجي على هاد القوام هذا بحال اللي كتشوفو. عندي هنايا جوج مغارف د النشا لا ثلاثة مغرفات د النشا وثلاثة مغرفات السكر. المهم السكر عملت جوج مغارف ونص. نتوما عملو على حسب المقدار ديالكم واللي بغيتو. وهنايا ثلاثة مغرفات ديال الكاكاو والمر. وعندي الشوكلاط غادي نعمل كلشي في كاسويله بالحليب. المهم انا غنتابع معاكم. ها هي هنايا غادي نعمل كاس ونص ديال هذا كيرفد لي 4 يترو فيه 250 مليلتر. وعملت النص ديالو وغادي نعمل هذا كاكاو المر وغنعمل النشا وغنعمل السكر والشوكولات حتى يقرب يسخن ونحركو مزيان عاد غنعملو في العافية. العافية غنعملها مهيلة. المهم انا غادي نعملها في العافية وميتغلى علي نتابعو. دابا غنشبر هادي غنقلبها هذا الطبسيل هذا صدعكم. ها هي انا زولتها منها ما كتلصق ما والو بحال اللي شفتو.
دابا غنزولو لهاد بابي. شوفي لي زين، او جات غزاله، جات هشيشه، او جات زعما ضخمه زينة. انا زولتها من الطابله لان الطابله عندي ما كتفتحش، ها اللي كتشوفوا، وعملتها في هذا القالب اللي كي يتزاد وكيتنقص باش من عمل الشوكولاته من فوق ما يدير ليش، ما يهرق ليش. زينة غادي نعمل لها ثقب بالباليو، وغادي نعمل لها شويه هاد الحليب باش ما تجيش سيكه من داخل، هي ناشفه. دابا ها هو الشوكولات، من بعد ما قلت لي عملت له ديك الشوكولات اللي وريتكم، وزدت له شويه تلقيش ديال الطهريه باش كيعطي بريو. دابا غادي نكبو عليها كامله، غنوزعو عليها. اللي كيعجبو الشوكولاط يعمل شوكولاط، واللي ما كيعجبوش يخليها هيداك. يقدر يعمل لها غير كريم شانتيي، يطلع كريمه القشده الطاليه ويعمل عليها. انا الاول كياكلوا لي الشوكولاط لان اصلا كنعدل عليه لهم بحال اللي كتشوفوا. واللي عنده الجوس الهندي يعني الكوك او لا بيستاتشو او لا البندراس يعني اللوز مهرمش، يعملوا. انا ما غنعمل حتى حاجه من داكشي هذاك، انا راهم كيبغيو شي ياكلوها. انا عندي هاد استرياس غادي نعملهم عليها لان هادي حلوه، حلوه العول كيبغيوها. ها اللي كتشوفوا ها هي، هادي النجيمات هادو كاملين حلوه يعني حلوة، غيبغيو ياكلوها. ما هاديك الجوز الهندي أو شي حاجة أخرى والو مكيبغيوليش. هاهي غادي نعملها شوية في التلاجة، أنا نخليها أنايا تيزن منها ديك الحرارة ديالها، تعقد شتيتو ونزول لها القالب ونتابعو إن شاء الله. بيناتها أنا زولتلو القالب، وهاهي بحال اللي كتشوفوها جات الكيكة واعرة واعرة واعرة، جات مزيونة بزاف. القالب لصقنا لأن الشوكلاط نورمال الحق زولته، وهي بحال اللي كتشوفوا. شوف كيف العلو ديالها كيفاش كتجي، تجي مزيونه. ها هي كامله، غنقطع واحد الطريف تشوفوا. قطعوا هذا عنده سنيونات، جات مع الكغزاله. نقدر نقطعو الكفتي و تتشوفوها. هدا خصنا ننزلوه هنايا باش ميوسخش الدنيا، و الشوكولاطي هاهي هاهي لي كتجي، كتجي واعره بزاف، تجي مزيونه لا بالعلو ولا بكلشي. هاهي زينات بحال اللي كتشوفو، زولتها مسوبورتي باش نقرب لكم مزيان. بحال اللي كتشوفو كيف جات، جات مهلكة بالشوكولاتة عندها من داخل ومن برا. وهذه هي الوصفة ديالنا، الكيكة سهلة يعني المقادير كي توجد في أي دار يعني في المتناول ديال الجميع، يعني الكيكة على قد اليد. دائما أنا كنعمل لكم الوصفات دائما على قد اليد وفي المتناول للجميع، وكنتمنى تعجبكم. واذا عجبتكم فدائما
الزر على الضغط الاحمر والتفاعل مع الجرس باش كيوصل كل جديد ديال القناه. ونتلاقاو في شهيوه وفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.